طبعا انا موجوده الحين في صالون فابلس ميقه، صب حفظت الاسم، انا طبعا معروفه بصعوبه النطق عندي في بعض الاسامي. المهم الصالون وايد اسوي فيه حمام مغربي، مشهورين جدا جدا في حمامهم المغربي. شغلهم طبعا كله يبونه من برا من المغرب، كصابون كتبييض كمواد كلها يبونها برا من المغرب. مشهورين في الحمام المغربي، مشهورين في صبغات الشعر عندهم الجميلة، قاعد أطالع صبغاتهم ما شاء الله هذا اللون ينن عجبني. مشهورين في تركيب الإكستنشن عندهم، راح أوريكم الحين كل شيء، بس خلوني أسوي حمامي المغربي وأصور لكم صبغاتهم الحلوة وشغلهم الحلو وميكابهم قاعد يسوون وايد شغل حلو. خلكم طبعا صبغاتهم هني مشهورة بالصالون، معروفة مع خبيرة الصبغ عندهم المغربية وايد. هذا أمبري، شوفوا الصبغة، هذه الصبغة الأولى، وهذا اللون الثاني اللي أنا عجبني هني. شلون أفتح، وايد حبيت هاللون، أنا لونه وايد حلو. بعد لون الصبغة هم أمبري، ثلاث درجات ألوان طبعا تحت خبيرة الصبغ عندهم هني ما شاء الله. بعد صبغة رابعة ما شاء الله، هم هني وايد مشهورين يقولون في الصبغات عندهم. هذه الصبغة الخامسة، هذه انواع الشعر، هذا البروتين صح؟ البروتين البلاستيك، هذا البلاستيك انزين، وهذا هذا الاوميجا 3، هذا الاوميجا 3 فرده حلو وخفيف ما في ريحه. اي البلاستيك تفرد تقريبا 90% ل 100%. يقول فردة لك حلو، هذا فرده من 90 الى 100%، هذا خفيف صح؟ هذا الاوميجا خفيف، يصلح للحوامل للاطفال عادي. يصلح للحوامل للاطفال لان نسبته وايد خفيفه وبدون ريحه. هذا نسبته من 90 الى 100%. شنو هذا؟ علاج الكافيار الفرنسي. هذا الكافيار الفرنسي هذا بروتين ولا علاج؟ لا لا، هذا علاج تريتمنت. هذا هو هذا، هذا شو يسوي حق الشعر؟ ترطيب، لمعه، تراول الشعر المسبوق. يشيل النفشه اللي بالشعر، حلو يشيل النفشه من الشعر، يرطب الشعر حق الشعر المسبوق الناشف، يعطيه رطوبه نعومه. مثل ما نقول الشعر اللي يصير النعومه الخفيفه. هذا شنو؟ هذا ناشي، هذا ناشي، ناشي طبعا معروف كا 1 و 2 و 3 ناشي، صدق غني عن التعريف، معروفين علاجات ناشي. هذا الفيلر، هذا الفيلر، هذا اللي الحين ما استخدمته ما اعرفه، هذا كثير حلو للشعر، اشوفه وايد وايد ناس قاعد يستخدمونه وايد ناس قاعد يتكلمون عنه، بس هذا وايد يمدحونه، انا للحين ما جربته بس راح اجربه بعدين ان شاء الله. هذا الفيلر شو يسوي حق الشعر؟ اهم شيء النفشه اللي بالشعر، ترطيب للشعر، لمعه، تراول الشعر. ها هذيلي علاجات، التريتمنت، هذيلي علاجات. العلاجات المؤقته هي الجلسات اللي تجونها بالصالون اللي يسوونها حق ترطيب الشعر، حق نعومه الشعر. عرفتوا؟ غير جلسات البروتين، البروتين حق فرد الشعر اللي يقعد معاكم تقريبا من 4 إلى 6 شهور، هذيلي اللي هي علاج مثلا فرد للشعر. هذا لا، هذيلي علاجات التريتمنت المؤقته اللي هي تعطيك نعومه، طراوه، الشعر الناشف، المنكوش، هذا كله اضطري. حلو لطيفه، مسويه تسريحه للطفل، شوف شعرك طبعا عندهم تساريح حق اليهال، طعام والويب الحلو. هذه لطوفه، وانت منو؟ نور. يا حلو تسريحه نور، اشوف الحركات الهبه اللي هابين فيها سوالف، هذه للقصدير ما شو يسمونها. اشوف تسريحتك من ورا، اشوفها، واو شحالاتها. وانت شو اسمك؟ سنة. يا حلو اسمك، هاي بعد سنة مسوي، الله شنو هذا؟ اشوف حركات، لا بسوي حق بنتي عيل حق العرس نفسكم. اكسسوارات الشعر هذه من عندكم؟ من الصالون؟ اوكي، هذه اكسسوارات الشعر من الصالون، يقول لكم كل شيء، اي نوع تبون من اكسسوارات الشعر موجودة عندهم. حلوة هذه، حبيتها. الحين دوري، الله بدش الحمام، امبي طاح طاح شغلهم. شوفوا 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 الريحة، نار.
شغل كله شغل أدوات العلاجات المغربية، التبييض والأشياء والصوابين. شوفوا هذا ايش كله بتحطوه على جسمي؟ واو بلقلق عيل. هذا الحين بدش الحمام هذا. بعد شنو؟ أربع حمامات؟ حمامات مغرب. هذه النيلة. شنو النيلة؟ النيلة التبييض. تبييض. أوكي اسمها النيلة. 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 بتوحد اللون من أول جلسة. الله هذا توحد اللون من أول جلسة يقول لكم. وهذا شنو؟ هذه صنفرة الفحم. صنفرة الفحم. شميها. حلوة ريحتها. كله الخلطات ريحتهم حلوة. إيه حلوة ريحتها حبيتها. هذه تبييض هي كمان. هم تبييض. أوكي. وهذا؟ هذا بتاع الشعر شمي. يهب. بتاع الشعر هذا. كوكونت صح؟ شنو ريحتها شري؟ بتبقى الريحة ثلاث أيام في الشعر. يلا الحين إحنا بنجرب الحمام المغربي عندهم. هذا شنو؟ هذه تبييض. هم تبييض. كريم تبييض للبقع السوداء. أيوة. يعني يا أسوي حمام مغربي. كله هذا ترطيب يخلي الجسم رطب. هذا اثنين ترطيب. هذا ترطيب كل واحد شو يختار. كل واحد شو يختار. اوكي هذه التوت البري. شحلاته حلوة ريحته. شوف شكله حتى شلون صج توت. وهاي السنفرات ايه هذا سكراب. هذا الصابون المغربي اذا كان جسمك ناشف نعمل هذا الصابون. ناشف. أوكي. هذا بالنعناع. أوكي. والاعشاب. أوكي. مغربيه. أوكي. وهذا بعد هذه صنفره لافندر. اللافندر. وهذه تبييض ولمعه. هذه تبييض ولمعه. وهذه نفس هذا تبييض. هذا شنو ايس كريم تبييض. هذه زبده الشيا. زبده الشيا. ريحتها صح الشيا. وهذا صابون للنظارة. أنا مسويه المعجزة هذه. هذه المعجزة. ليش شنو فيها؟ بس ريحتها خيال. صدق. أو تبييض للوش. تبديك النظارة للوش. ولينا شحلاتها بعد. لأنها هذه الحين أشم ريحتها ولا لما نسبح؟ الحين. بطليها لي. بطليها. أنا أشوف. بس. صابون العود. بسوي لكم عروض الحين. ليه العود هذا؟ شوف ريحتها. إيه صح. تهبل ولينا. وكنها جبن كذي لينا ودش تاكلينها. صدق ريحتها حلوه. طعم بعد عندهم عروض اللي حق الشغل السريع اللي جايه خاطرها تبي تاخذ كذي شاور سريع وتفرك. شنو هو؟ حمام تفريك. حمام تفريك اسمه. حق اي وحده مستعيله. حمام تفريك. يوني شوف ركوني شوف فراك هني تطلعين تلقين. الحين انا بسوي حمام حق العرس. الحمام المغربي اللي على اصوله على قولتهم. ابو الحمام اشوفكم. طبعا هني بعد عندهم تركيب الشعر الستيكرز. هني قاعد يركبون شعر طريقتها. هني بس تكثيف مسويها لان نفس تقريبا طول شعرها مسويته. بس قاعد تحط خصل تكثيف. ولو تلاحظون عشان تدخل بعد لون يصير مثل مخصل الشعر. شوفي الهام عشان شعري بعد ما يحترق وايد. اي تسبقون صح. كل مره ابي اغير شكلي صح. فكان احلى شيء اني ارتب اكستنشن هو بالخصل. هو بالخصل انا سويتها كم مره صج يريح الشعر من السبق. شوفوا حتى ما شاء الله شعرها كنا مخصل. هو مو سابقته. هي بس مجرد مدخله في خصل ملونه داخل شعرها فطالعه. وشون معطيكم كانه من تحت مصبوق. شوفي اول الناس تركب خصل عشان تطول شعرها وتكثف. الحين تلون الحين. ايه كملي. شوفي اول ناس تركب خصل تبي تطول تكثف الشعر. ايه كان المفهوم شويه مختلف عن الحين. ايه الحين لما تركبين خصل انت قاعد تتكلمين عن شكل شعرك قاعد تغيرينه. صح. وغالبا قاعد يصير كثافه وطول وتغيير باللون. الحين ايه كم لحظه انا شعرك قاعد اشوفه تقريبا نفس لون شعري. طاعه وهذا لون شعرها تقريبا نفس لون شعري بس دخلت عليه الخصل هذه الفاتحه. شوفوا شلون عطى. تحسون كأن شعرها مصبوق. وهو شعرها مو مصبوق. هو شعرها هذا لونه. شوفه. بعدين الحين أمن طريقة للتركيب هي الستيكر. الستيكر أموت عليه.
يصير راسك ما تحسين بثقل، ما تحسين بهالبقابيق اللي على قهوتهم. وايد حلو، احب انا الاستيكر. يلا تحطوا له، شوفوا اللون شلون قام شعرها، بس تحط لون فاتح، دخل خصل طار كنا، وكل الشعر حاطته ملون صح، كل غير لون شعرها ما شاء الله، صاير من برا كانه سابقتها. شوفه ولا خصله نفس لون شعرها، كله فاتح لما يطلع كامل، كله كنا مخصلته. الحين تشوفونه كامل، احنا ما يفي اشرب قهوتي وادش البخار، قلت اصور لكم اوريكم الاكستنشن الاستيكر شلون طريقة تلوين الشعر بدون ما تصبغينه. شوفوا النتيجة النهائية عقب ما حطينا الاكستنشن، شوفوا كنا صابغة شعرها، ترى هي مو صابغتها، شعرها هذا لونه صار امبري، شوفوا كنا مصبوغ. عندهم خبيرة الميك اب هني الكويتية، ميك ابها وايد حلو، طلعوا الوانه انا اعشق الاخضر ترى، وايد حلو الميك اب ينم. الحين طالعي بطليها، قاعده بطل العين انا كذا زاد، شوفوا وايد حلو بالصدق ترى وايد حلو. قررنا انا وغاده نسوي تريتمنت الكافيار وندش الحمام. عادي احطها، احط التريتمنت وادش حمام مغربي؟ ماكو مشكله؟ اي لا ماكو مشكله. هذا الكافيار، كافيار اي ماكو مشكله. اوكي الحين بحط الكافيار وبدش حمام المغربي. شوفوا هذا الكافيار، الحين نسوي جلسه الكافيار. ريحه الشامبو حلوه، كنك حاطه عطر ريحه. حطينا العلاج كافيار، شوفوا المكياج طاع الالوان تيلي وايد حلوه، الاخضر الزيتي خلصت هني، وهذه بعد تسريحه الشعر مع الاكسسوارات من هني من الصالون. شوفوا الميك اب قمضي، شوفوا الميك اب الوانه. خلصت الحمام المغربي. تعرفون لما يقولوا لكم توحيد لون مباشر، راح تشوفون توحيد لون مباشر. شوفوا جسمي صرت ألق ألق والله، وهي تفركني بالحمام وهي تحط لي هالمواد تقول لي شوفي لونك، ايدي كانت تان صارت بيضة، طاعوا صدق حمام مغربي. بتيون هني بتجربون الحمام، والله العظيم والله العظيم بتقولون يا إلهام ما كذبتي، حمام لأول مرة أشوف. إيش كثر أنا سويت مغربي، والله العظيم لأول مرة أشوف مواد انحطت لي ومواد طبيعية وخبرة 30 سنة، يعني فعلا حمامها دراسة، حمامها لما يقولون جمالها يدرس أنا أقول حمامها يدرس، فعلا حمام مغربي صح 100%. نعم نعم نعم، تبين طقي لي هرنات بالشارع؟ عيب عيب. حتى حزام الامان بعد؟ اي حبيبتي انا ما امشي الا بحزام الامان.